أقامت جمعية ليفتا المهرجان السنوي لها بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاقها، وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة كان أبرزها معرض الثوب الليفتاوي. بالمزيد من التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي مع الزميلة فرح عبد الله. جمعية ليفتا العربية للعمل الخيري أقامت بازارا يضم العديد من المشاريع المنزلية لسيدات المجتمع احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس الجمعية ضمن مهرجان الليفتاوي الذي تضمن الكثير من النشاطات الأخرى. اليوم في عنا بازار بمناسبة 50 سنة مشترك فيه النساء والرجال، وبشوف هذا المعرض اللي البازار فتحناه امبارح واليوم، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. وبناخذ من المشتركين الطاولات شير رمزي مشان يبيعوا، مشان يتحسن دخلهم، يعملوا ما يساعد على المعيشة في حياتهم. حبينا نبرز بهذا البازار التراث الليفتاوي الأصيل بتوابه بأموره الخاصة فيه كاملة، نبرز كليات كمان منتوجاته الليفتاوية، تنعرف العالم على توابنا الأصيلة. في تواب إلها أكثر من 200 سنة عرضناها ببازارنا، إلها 150 سنة، والكل أي شيء بتعلق خاص بأهل ليفتا حبينا نفرجيه للمجتمع. وشاركنا برضو بهذا البازار السيدات المجتمع المحلي. البازار احتوى على معرض خاص بالمطرزات اليدوية التي تدل على التراث والثقافة السائدة في منطقة ليفتا تحديدا وباقي مناطق فلسطين بشكل عام، بالإضافة إلى أركان مختلفة كالمأكولات الشعبية والمصنوعات اليدوية والمعروضات التراثية. أنا شاركت بأزياء ستاتية، في منها أنا مصممتها ومشتغلتها، وفي منها أنا جايبتها من برا ومعدلة عليها يعني. بالنسبة لإقبال الناس كان كتير منيح، كتير كويس، وفي ما شاء الله يعني ناس كتير أجوا على البازار وعجبهم أشياء كتير، لأنه البازار متنوع كمان. مشروعي بدأ من الصفر، بدأت ب 300 دينار، شريت ماكنة، بعدين صار عندي كم من القطع المطرزة، ففكرت إني أعمل مشروع مطرزات. عملت أول مرة 80 دزدان وبعتهم، المبلغ اللي بعته دورته أخذت الربح ودورت المبلغ وعملت فيه كمان مرة، وهكذا بدأ مشروعي. البازار يهدف إلى إبراز أهمية التراث في صناعة الحاضر وبناء علاقات اجتماعية بين ربات المنازل اللواتي يحاولن فتح مشاريع صغيرة لتسويق منتجاتهن المصنوعة بحب ومهارة عالية جدا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.